فاز النادي الأهلي في مباراته الودية الأولى في المباراة، المباريات اللي قلنا لحضراتكم أنها تم الاتفاق عليها بشكل متدرج مع فريق من القسم الثالث في الدوري الأسباني لكرة القدم، هو سوكر سمارت. يعني مني بهزيمة ثقيلة، فاز نجومنا نجوم النادي الأهلي بنتيجة 9-0، 9 أهداف نظيفة في هذا اللقاء، وإن شاء الله ستذاع المباراة مسجلة على شاشة قناة الأهلي في تمام الواحدة ليلا اليوم بعد نهاية برنامج ملك وكتابة. مرة تانية فاز الأهلي في أولى هذه المباريات، مباراة الأهلي وساكر سمارت الأسباني 9-0، وإن شاء الله كمان هنتابع مع حضراتكم طبعا هذه المباراة اللي هتذاع زي ما قلنا لحضراتكم بعد منتصف الليل في تمام الواحدة ليلة من توقيت القاهرة، أو الواحدة صباحا بقى بتوقيت القاهرة، وأيضا المباريات اللي جاية اللي هنتابعها مع حضراتكم وستذاع إما مسجلة أو على الهواء مباشرة حسب ما يتم الاتفاق على هذه الأمور الفنية، لأنه متوقع أنه يرتفع المستوى اللي هيتفق على خوض المباريات مع الفريقين القادمين. إن شاء الله هيبقى في اتفاق على أنه يتدرج المستوى للأعلى من مباراة لأخرى، وأنه يزداد مستوى وقوة المنافس اللي هيواجه النادي الأهلي في الثلاث مباريات الودية اللي تم ترتيبها أو الاتفاق عليها خلال معسكر الفريق الأوروبي. في بداية هذا اللقاء أرحب بضيف في لاعب النادي الاهلي السابق والمدير الفني لفريق الداخليه الكابتن ضياء عبد الصمد. اهلا بحضرتك كابتن ضياء. اهلا كابتن محمد، سعيد بوجودك معانا النهارده. انا اللي سعيد بيك يا كابتن. ان شاء الله عايزين نتكلم، هنتكلم عن حاجات كتير قوي، عن معسكر الاهلي الاوروبي، عن استئناف بطوله الدوري او عدم استكمالها الى اخر هذه الامور، عن انطلاقه الاهلي الجديده والصفقات الجديده وتجهيز الفريق من خلال المعسكر الاوروبي للانطلاقه على المستويين المحلي والافريقي، لكن نبقى قليلا مع الحديث عن منتخب مصر وخروجه في دور ال 16 وكل ما يثار عن التجديد في منظومه الكره ومنظومه اتحاد الكره في الفترة الجاية. ايه اهم الحاجات اللي حابب تركز عليها النهارده؟ حابب ان انا اقول للناس اللي بتحب مصر ما تزعلش فنيا، هم ما يزعلوش، لان ده كانت نتيجه متوقعه سواء كانت في دور ال 16 او في دور الثمانيه. يمكن نقول المكاسب اللي يعني مش هنقول اللي اوهمت بعض الناس ان احنا بنأدي يعني للمكسب فقط لغير التسعة بونت اللي خدناهم، كان هنقول يمكن صورة غير صحيحة أو غير واقعية بالنسبة لفرقة منتخب مصر اللي احنا مستمرين عليها من سنتين أو ثلاثة من أيام مستر كوبر. مستر كوبر كان واضح للناس كلها، صريح، أنا بلعب يا جماعة مش عايز أخسر وبخطف هدف وبقفل كويس قوي، ودي طريقتي. فوجئنا بأن مستر أجيري بيقول أن أنا بلعب بخطة هجومية وشكل هجومي وانا ما بقلقش وانا 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 وانا. طبعا الكلام ده كله كان مغاير للواقع او للكلام اللي كان بيتقال فعلا، حتى في التصريحات اللي كانت بتقال محمد حاجه صعبه جدا، يعني مش فاكر ماتش اوغندا ولا ماتش ايه مش فاكر، بيقول انا فوجئت بمستوى فرقه في المؤتمر الصحفي، ودي تعتبر حاجه ما ينفعش نتقال، لان انا كراجل مدير فني لفرقه في دوري بجيب كل معلوماتي عن الفرقه، فمعنى ان افاجئ، بقول افاجئ بالمستوى، ما اعتقدش ان هي تبقى في حد ذاتها حاجه يعني نقطه مضيئه او نقطه كويسه في الاطار العام لسيره المدير الفني دوت. نمره 2 التغييرات، عايز اقول لك ان حتى احمد علي لما لعب الماتش الاخراني بدور 16 ماتش اوغندا، انت كسبان ماتشين وعندك 6 بونت وبتلعب الماتش الثالث ونتيجته لا تؤثر تماما على صعودك لدور 16، تمام كده، وفي نفس الوقت انت كسبان في المباراه ديت 1-2 وعندك وقت. طب احمد علي ما اديتوش ليه؟ نمره 1 عندك مروان محسن، الراجل انت بتريحه قعده على الدكه، بتلعب نمره 2 كوكا اصيب، تلعب مروان، مع اني سمعت حاجه غريبه مش هذكر يعني التفاصيل بالظبط، لكن حاجه لو فعلا دي حقيقه صح هتبقى غلط جدا جدا جدا. انا سمعت ان مستر اجير قال لاحمد علي قوم سخن، حد من الجهاز تقريبا قال له لا لا احمد علي مش هيسخن او ما ينفعش يبتدي، احنا لازم يبتدي بمروان محسن. طبعا دي لو كانت فعلا الكلام ده يعني ما اعرفش مصدره ايه، لكن اتقالت لي، فدي طبعا تعتبر مشكله جامده قوي يا كابتن محمد. هي دي معناها لو كانت حصلت، لو كانت حصلت كويس يعني. حضرتك قلت ايه؟ ان انا عايز اتاكد من المعلومه دي عشان ما ابقاش مصدر احكام على معلومه غير دقيقه او على شائعه، لكن لو حصلت يبقى كانش في مدير فني اصلا يعني. بالظبط، دي نمره 1، شخص قاعد مش موجود يعني. الاختيارات يا محمد، عندك اختيارات، في لغط كتير جدا على الاختيارات.
حتى في التغييرات. قال كده قبلك في مداخله هاتفيه كابتن ضياء كابتن علاء نبيل، قال حتى لو دي مش افضل مجموعه لاعبين في تاريخ مصر او مش اقوى جيل بيمثل مصر والكره المصريه، لكن كان عندنا عناصر ممكن تخلي المنتخب افضل شويه، ولو توظفت بشكل افضل ممكن تغير من مجريات اي مباراه لو اضيفت على المجموعه اللي كانت في كاس الامم. قال ان في ناس اتظلمت وناس كانت عندها احقيه بالتواجد في المنتخب وناس ثانيه لم تكن على يعني عندها القدرات الفنيه لتؤهلها وتم اختيارها. ابسط حاجه اشار كابتن علاء نبيل لمحمد هاني، عبد الله جمعه، مش متذكر السلية. طبعا اشار لصالح جمعه، لا سليه بالتاكيد، ورمضان صبحي اكتر واحد اتظلم وعواد. انا اكتر واحد شايفه السليه، مش عشان خاطر انا هلاوي او انا راجل بتكلم في قناه النادي الاهلي، الكلام اللي قلته في كل البرامج اللي فيها، وعلى فكره قلت اكتر واحد اتظلم واكتر واحد كان لازم يبقى موجود في منتخب مصر عمرو السليه. عمرو السليه انا شايفه الفتره اللي فاتت محمد نضج نضوج غير عادي، يعني بامانه دفاعيا كويس جدا، هجوميا كويس جدا، بقى عنده اتزان، بقى عنده ثقه في نفسه، بيقدر ينقل لك هجمه بسرعه، بيقدر يعني يغير ملعب كويس قوي، بقى قاري ملعب، عنده من الخبرات اللي تخليه فعلا لازم كان يبقى موجود. انا ما اعرفش مبررات عدم وجود السوليه ايه، مع احترامي سواء اذا كان محمد هاني او سواء اذا كان لو قلنا عبد الله جمعه او قلنا عواد او قلنا اي حد تاني كهربا ايا كان، او حتى سين من الناس اللي ما تمش اختيارهم، اكتر واحد انا شايفه كان لازم يبقى موجود في المنتخب كان عمرو السوليه. طيب في حد كمان قال، يعني بعض الناس قالت تعليق فني على المنتخب، قالوا ما دام مهاجمينا اللاعبين اللي بيلعبوا في مركز راس الحربة الصريح ما كانوش موفقين في البطوله، ما احرزوش اهداف، بذلوا مجهود ما توفقوش. بعض الناس قالت ليه ما كانش عند الجهاز الفني رؤيه ان يبقى في لاعب زي السوليه موجود وكان ينزل في بعض الفترات جنب طارق حامد وجنب لاعب ثالث، لانه دي المنطقه اللي كانت فاضيه في وسط الملعب وكل التحضير بيروح في اتجاه مرمى منتخب مصر. قال ما كنا ممكن في بعض الاحيان الجهاز الفني يسحب راس الحربه لو هو مش موفق ويلعب بالثلاثه اللي قدام، اذا كان بنتكلم على صلاح وتريزيجيه واي لاعب تاني وسط بينهم وسط مهاجم، ويبقى نص الملعب مليان، لان دي كانت فجوه رئيسيه عندنا. رايك ايه في التصور الفني ده؟ هقول لك حاجه جميله، ثلاث هاف ديفندرز، يعني هقول لك حاجه جميله جدا. الرؤيه الفنيه الاربعه اتنين تلاته واحد الاتي اعتماد كامل، طالما انا بلعب باتنين ديفندرز اتنين سك اتنين ما بيطلعوش قافلين لي كويس قوي، يبقى انا بعتمد على اربعه مهاجمين، ده بالاضافه للاتنين الطرفين اللي هم الباك رايت والباك ليفت. ده الطبيعي بقى، لو يعني اربعه اتنين تلاته واحد دي معناها كده، تمام. اي تصور فني غير ده محمد يبقى مخالف تماما للواقع الكوره. انا مخلي اتنين ديفندرات ليه؟ انا عندي طرفين ادي طايرين ومعاك ثلاثة قدام، إذا كان سواء صلاح أو تريزيجيه، وإذا كان عبد الله السعيد أو أي حد موجود، أو حتى لو عمرو السولية، أدي خمسة، وعندك الفيرويد أدي ستة. ده الطبيعي. ليه؟ أنت كده قفلت الملعب كويس قوي، وبتعتمد في حتة الاتنين دول إن عندك لازم تهاجم بستة، ده أقل حاجة. لكن الواقع اللي حصل ما كانش بيحصل كده خالص. طارق حامد مش طبعًا بيبذل مجهود ضخم جدًا، بس اللي جنبه في الملعب عبد الله السعيد والنني أدائهم البدني كان قليل جدًا، وهو العبء عليه كبير جدًا في نص الملعب. النني ليه أنا شايف رؤية تكتيكية معينة، يعني أنا شايف إن النني وجوده مش ضروري، لا ضروري، بس ضروري في وجود الطرفين اللي هم الباك رايت والباك ليفت، لازم يكملوا مع الهاف رايت والهاف ليفت اللي هو صلاح وتريزيجيه، مع ان الاثنين دول لازم ليهم واجب دفاعي، واجب دفاعي لما الكره تبقى بهجمه على مصر الباكين يبقى مسؤوليه صلاح ومسؤوليه تريزيجيه، الهافين اللي بيهاجموا مع الفرقه المنافسه مسؤوليه المفروض النني وطارق حامد، مع طبعا الباقي الفرقه كل واحد بياخد مكانه. لكن انا شايف احنا ما عندنا فقر دفاعي. انا امبارح بتفرج على المغرب على الجزائر، الناس بتهاجم بسته وبسبعه وبثمانيه، ال 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 ايه يا جماعه، في ايه؟ ومفيش خوف، الناس بتلعب عايزين يجيبوا جول. وبعدين في مشكله محمد الناس مش حاساها، الاعتماد الكلي على اسم محمد صلاح. احنا زي ما اعتمدنا وقلنا ان الناس بتعتمد كلها في اوروبا او في امريكا اللاتينيه على الارجنتين في هيئه ميسي، ده بقى منتخب محمد صلاح. مع احترامي لكل الناس الموجود، انت بتعول على محمد صلاح، محمد صلاح هناك الناس هناك بتخدم عليه، لكن هنا احنا بنعول عليه. في فرق شاسع بان انا اخدم على محمد صلاح عشان يقدر يجيب لي هدف، وان انا بعتمد على محمد صلاح ان هو اللي يجيب لي هدف. وده الدليل ان احنا انا ما شفتش هجمه تكاد تكون متمرن عليها منتخب مصر، او شغال عليها من تحت لغايه ما يوصل لغايه الفريق الخصم بشكل منظم او بشكل يتقال عليه هدف، حتى من خلال هجمه متحضره بشكل كويس. هي هجمه واحده اللي اتعملت من صلاح لتريزيجيه ووقعت، هجمه واحده في 96 دقيقه، ده في مباراه، بقيه الثلاث مباريات الا ما رحم ربي كلها
بدون يعني مش عايز اقول يعني هجوم، انا ما شفتش اي شكل. وفي نفس الوقت كل اللعب اللي انت شايفه كله معتمد على الاداء الفردي، اداء الفردي لتريزيجيه، الاداء الفردي لمحمد صلاح، الاداء الفردي لمروان محسن اذا كان عايز يهاجم، الاداء الفردي للترفيه. ما فيش، انا ما شفتش حاجه. انا كل اللي شايفه اجتهادات فرديه. كل اللي كان بيتلعب في المنتخب مصر بيتم عن طريق المهارات الفرديه لكل لاعب، لكن المهارات الجماعيه انا ما شفتش مهارات جماعيه. منتخب مصر محتاج ايه في الفتره الجايه يا كابتن؟ بامانه محتاج امانه. يعني ايه محتاج امانه؟ امانه في الاختيار. انت لازم لما تختار يا محمد، انت عندك قاعده عريضه تختار منها. احنا ما اتعلمناش من روسيا ان احنا نسافر بمهاجم واحد لمنتخب مصر، ومصر فيها 30 مليون لعيب. دي نمره واحد. نمره اتنين، الناس اللي انت بتختارها بتختارها على اي اساس؟ مجامله للراي العام والبعض الانديه، ولا الحد موجود في الجهاز، ولا الحد موجود في الاتحاد، ولا عشان ترضي مصر؟ المشكله ان احنا اختياراتنا غير صحيحه، اختياراتنا مش واقعيه. في بعض الاماكن، انا بقول لك في بعض الاماكن، يمكن عبد الله جمعه مع يعني احترامي ليه، الفتره اللي فاتت كان باك ليفت كويس قوي، والناس كلها بتتكلم على عبد الله جمعه، تمام جميل زي الفل. بس لازم الناس تحط لما نتكلم كوره في الاعتبار الاتي: اللي بيلعب بطوله افريقيه بين الانديه غير اللي بيلعب بطوله افريقيه بين المنتخبات. مع احترامي عبد الله جمعه، انا بقول لك لستالو سالي كان يستوي على الاخر وبعدها، بس ما يبعدش يتحط، لان هو شغال كويس، فيكون النتاج بتاعه او المكافاه بتاعته ان هو يبقى موجود. ممكن كان يبقى ياخد، ممكن يبدا الدفع بيه على فترات، على فترات مباريات، لكن يبدا بالامانه. لكن ما يبداش. كل الناس بتقول انه كان من عندهم احقيه، لا ما حدش قال يبدا او لا، قالوا انه في اوراق كتير قوي كانت ممكن تنفع الجهاز الفني وتنفع المنتخب وتعمل فرق، ما راحتش معاهم اصلا، ما اختاروهاش. يعني هو ده اللي الناس متضايقه منه وغضبانه منه. انا لو عايز، انا لو بفكر حتى انا لو بفكر في نمره 3 احمد علي، نمره 3 انت لعبت هنا واحد مريحه وبتلعب نمره 2 و2 اتعور و3 موجود على الدكه، تقعده ليه؟ زي ما قلت بقولها كتير، وقلتها في يعني في محادثات مداخلات كتير جدا، انت بتخلي احمد علي او اللاعب اللي انت ما احتجتوش وقت ان هو يقدر يدي في اريحيه. انا ما بلعب وانا مستريح، غير بلعب وانا مضطر، وانا لازم اكسب. طيب امانه في الاختيارات طبعاً. ايه تاني على مستوى كل المنظومه، اتحاد الكوره، المنظومه لازم تتحط منظومه للاختيار ملهاش اي اغراض ولا اي مصالح ولا اي علاقه تماما بفرقه المنتخب. بمعنى انا ممكن ادير اداره، انا ممكن اجيب مهندس، خلي بالك مهندس مش علاقه بالكوره بس بيدير صح. معظم المستشفيات المحترمه في العالم كله مش شرط ان اللي بيديرها او مديرها يكون طبيب، بس انا بحط المنظومه الاداريه الصح، سواء بقى في كوادر من تربيه رياضيه، كوادر عندها خبرات للاداره، وتبقى منبثقه منها لجنه كوره، ناس كلها اعضاء لجنه كوره، كل اللي فيها لعبه كوره، كل اللي فيها كان ليهم مجال في الكوره وخبرات في الكوره، كل اللي فيها اختياراتهم ملهاش مصالح. طيب ايه الفرق من وجهه نظرك كابتن ضياء بين نجوم كبار حققوا نتائج واسعدوا المصريين وقدموا مع المنتخب كره قدم حقيقيه كمدير فني او مدرب المنتخب زي المرحوم الكابتن الجوهري وزي الكابتن حسن شحاته واخرين من الخبرات المصريه؟ احنا بقينا ليه قافلين الباب ده تماما وبنروح نجيب نوعيه معينه اقل مستوى، يعني فرق السماء والارض بينهم وبين المدرب المصري لصالح المدرب المصري، وبنروح نتعاقد معاهم بارقام غريبه جدا لا يستحقوها؟ علشان انا بقولها ماليش دعوه بالاعلام الرياضي المحايد، لكن الاعلام الرياضي الغير محايد سبب من اسباب حضور وتعيين المدرب الاجنبي. المصالح الشخصيه، يعني في كلام بيتقال، انا مش من النوع اللي بياخد كلمه وبصدقها على طول، او باخد راي، او باخد يعني منشيت او بيتكتب في اي موقع او مواقع الكترونيه موجوده يعني في ما تصدقش حاجه الا لو معلومه مؤكده، بشوفها بعينيا او بسمعها وداني، وكنت متاكد من المصدر اللي بيجيب لي المعلومه. لكن اللي واضح من الاختيارات اللي فاتت دي كلها ان اجيري كان عليه مشاكل كتير جدا، والناس اصرت، والناس قالت ان الراجل ده عليه مشاكل كتير جدا، والناس اصرت انها يجي. دي اتقال احنا مش هنتكلم غير لما مصر تاخد بطوله افريقيا. اتقال يا محمد معلش ان اتحاد الكوره هو اللي جاب بطوله افريقيا هنا. الكلام ده معلش مع احترامي برضو انا بقول لا برد عليه، لا اطلاقا مش اتحاد الكوره اللي جاب بطوله افريقيا هنا، لا دي جهات سياسيه واداريه. انا اول ما بخاطب الجهات الاداريه والسياسيه، هل ينفع ان انا اجيب هنا ولا لا؟ والدليل على كده ان لو اتحاد الكوره فعلا كان جاب بطوله افريقيا هنا، لما جت
فاكر صفر مونديال لما جت الناس هنا اللجنه هنا بتاعت وقت ما كنا بنحاول في فتره لو سابقه الكلام ده كان اتحاد الكوره كان قال لك ماشي جبنا كاس عالم. ما دي قريبه جدا يعني دي واحده بطوله قاريه زي ضمن اربع افضل بطولات في العالم كله. فلا مش اتحاد كوره يعني يقول لك جبناها لكم خدوا انتوا البطوله. الكلام مش كده. الكلام يا محمد لازم يبقى مدروس، لازم يبقى فيه زي ما بقول لك خطه منهجيه. اللي يجي ويتغير يكمل ما إن مكان عليه استراتيجيه موضوعه فنيه للمنتخب. بنغير اسماء ووجوه مدربين لكن مكملين على نفس هي البرنامج. ده لو اتعمل في مصر انا بقولها لك اهوت من دلوقتي اقول لك شابوه. امبارح كان قاعد مكانك كابتن ضياء الكابتن شكري عبد الفتاح وقال انا اشك ان احنا عندنا استراتيجيه فنيه وخطه مستقبليه اصلا لكره القدم عشان نطلب انه الجهاز الفني اللي بيتولى المنتخبات كلها في الاعمار المختلفه ينفذها او يطبقها. قال انا شاكك اصلا في وجود الرؤيه الفنيه. طب اقول لك حاجه، الكابتن محمود سعد مش المدير الفني لاتحاد الكره؟ دوره ايه كابتن محمود سعد في اتحاد الكره او في راي منتخب مصر او في المنتخبات او 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 معلش لازم ليه راي. انا جايب مدير فني عشان خاطر ايه؟ مع احترامي انا قلت قبل كده محمد شاف كنت معاك ولا كنت مع محمد سعيد مش فاكر يعني منتخب 2007 انا بطلع في كل اماكن بقول الكلام دوت وبقولها بحد ده منتخب 2007 عندهم دلوقتي 12 سنه. منتخب 2007 لو اتحطت خطه منهجيه زي ما انت بتقول كده لمده 7 سنين كمان او 8 سنين يبقى الولاد دول عندهم 19 20 سنه. اشوف الفرقه اللي عندها كاس عالم تلعب امتى ومن دلوقتي ابدا اجمع واكون منتخب 2007 فيه عناصر جيده جدا بل ممتازه. ابدا اعمل قاعده عريضه اجيب لي 80 لعيب 90 لعيب 100 لعيب كل سنه يبقى في تجديد واحلال لغايه ما اوصل بالمرحله دي على سنه سنهم يعني يوصل هنقول 9 سنين واحنا 19 28 سنه 28 بقول لك بص النهارده كام 28 هيبقى عندك منتخب قوي جدا قوي جدا سهل جدا ياخد بطولات افريقيه يلعب كاس عالم ينافس على كاس عالم. بس انت تقفل على نفسك وتحط خطه طويله مدى متوسطه مدى قصيره مدى. اي حاجه ناجحه اي شيء ناجح حتى لو هو ايه بيعتمد على ثلاث محاور. نمره واحد التخطيط، نمره اثنين التنظيم، نمره ثلاثه الاداره. زي ما كان بيقول يا كابتن محمد انتوا ما عندكوش عايزين نحط قانون علشان نحدد دخول الجمهور وخروج، انت عندك كل القوانين بس للاسف انت ما بتطبقش القانون ودي المشكله اللي عندنا. الكلام ده لو اتحط دلوقتي وجه مجلس اداره اتحاد كره قدم وحط الكلام ده مش انا بقوله يمشي عليا لا حط اي اللي انت عايز تحطه بس انا عايز منهج. اللي يجي بعديك يا اتحاد كوره بعد 4 سنين بعد 8 سنين بعد 7 سنين يكمل اللي انت بتعمله وده يبقى ملزم انا شايفه من جهه سياسيه ضروري مجلس وزراء او لو هقول لك رئاسه الجمهوريه دي ده انت 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 انت, انت, انت يعني سببت كآبه ل 100 مليون فعلا والله العظيم كآبه فعلا. مين المتسبب فيها؟ الكلام ده كله لازم نحكي يعني عليه يعني بتطالب انه يبقى فيه ولو بشكل غير مباشر او بشكل يمكن ان تسمح به اللوائح الدوليه والمعايير الدوليه الحاكمه لكره القدم لانها بتمنع التدخلات الحكوميه لكن يبقى لينا نظام خاص بينا في مصر بشكل لا يعارض هذه اللوائح بيخلي فيه جهات سياديه دي حسب رغبتك كابتن ضياء بتشرف على او بتمنع وجود اي تلاعب او تقصير الفتره عند المسؤولين في اي نوع من انواع الرياضه. ما هو واضح يا محمد احنا اي قطاع من قطاعات الرياضه احنا بنخسر كتير لما يجي واحد ياخد 106000 يورو 2 مليون جنيه 108 كمان ولا 108 2 مليون جنيه في 12 ولا في قد كده. انت يعني ده انا بسميه عشان ايه يعني احنا حتى لو حد قال لنا ده قيمته السوقيه كده ده سعره في بورصات المدربين عالميا كده او نشوف حاجه في الملعب بتقول حتى ان في حاجه اتقدمت توازي حتى 10000 دولار بلاش ال 108 يعني ما شفناش اي حاجه في الملعب خالص. هل احنا محتاجين نبدا نبص لفكره نتخلص من عقده الخواجه في المدربين الاجانب للمنتخبات الفتره الجايه؟ هل محتاجين نبص للتجارب السابقه كابتن ضياء اللي كل نجاحاتنا فيها مع المنتخب مع مدربين شريطه كلامك كلام محترم يا محمد قوي 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 وكلام يحترم ويتاخد بيه. شريطه ان زي ما اقول لك الاعلام الرياضي او الميديا الرياضيه اللي ليس لها اي انتماءات تتكلم بحياديه. مشكلتنا عدم الحياديه. انا بقول لك يا محمد مشكلتنا في مصر هنا في الاعلام الرياضي عدم الحياديه. هل تقصد ان احنا بنتحامل على المدرب المصري لما يتولى تدريب المنتخب ما بيديلوش نفس الثقه؟ طب هقول لك حاجه صغيره. دي المدرب الاجنبي طبعا هاني رمزي وقبليه كان موجود طارق كان مين يا رب كان موجود قبل هاني رمزي كان موجود الوحيد اللي مشي من منتخب اسامه نبيه اسامه نبيه اسامه نبيه صح كده ولا غلط؟
ناس كتير جدا طلعت قالت لك ان اسامه نبيه مش يعني بيحب نادي الاهلي وبيلعب نادي الاهلي وبيدور على لعيبه نادي الاهلي وكان ليه سبب في اختيارات المنتخب مع مستر كوب. جيت دلوقتي هاني رمزي هاني رمزي هو اللي بيقول مش عارف ايه ومع مستر اجيري بيقول ايه. قصدك الزمالك بالنسبه لاسامه نبيه ان كانت مثال كده وده دلوقتي العكس مع كابتن هاني رمزي والكلام ده كله مش ليه اي واقع او اي تماما ملوش اي يعني كلام غير صحيح صحيح بالمره. اللي بتحفظ عليه برضو عدد الجهاز بتاع المنتخب المصري يعني سلجادو انا عايز افهم ايه مهمته ايه دوره فعلا الناس بقى قالته انا كواحد مدير فني بقول هي مهمته ايه. انا بتكلم هو يعني المشكله ان انا اقول عندي 20 او 25 واحد موجود في الجهاز 18 19 واحد في الجهاز علشان خاطر يبقى انا كده بفخم وبعظم الجهاز مش 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 ايه الجوب ديسكريبشن بقى ايه هو ايه وظيفته بالظبط عملوا ايه الوصف الخاص بمهمه كل واحد عملوا ايه ما اعرفش انا شايف مش عارف يعني في محلل محلل اداء ده مهم جدا خط احمال مهم جدا اثنين مدربين مدرب عام ومدرب حراس مرمى تمام ثلاثه مدربين تمام اوكي لكن الباقي بيعملوا ايه بقى بيعملوا ايه مش عارف مش فاهم يعني. طيب عايزين نقول كلمه اخيره قبل ما ننتقل الحديث عن النادي الاهلي عن البطوله وانا اعلم قد ايه يعني تقديرك للجهد المبذول في البطوله دي من الدوله وكل اجهزتها وكل من قام بدور واسهم بدور في انطلاق البطوله بالشكل الرائع اللي شفناه. كابتن ضياء تقول ايه للناس وللمشاهدين ولكل من يمكن ان يسهم بدوره في استمرار نجاح البطوله واستمرار توهج الضوء الخاص بهذه البطوله حتى نهايتها. اقول احنا البطوله لسه بتتلعب مصر خرجت اي نعم ودي كوره زي ما روسيا كانت خرجت قبل كده بس الناس كلها اشادت بدور روسيا في تنظيم كاس العالم ارجو ان مصر برضو تتعامل بنفس تتعامل بنفس المفهوم اللي بيه لما روسيا خرجت ونجحت في تنظيم البطوله مصر خرجت وتقول يتقال عليها انها نجحت في تنظيم البطوله ارجو محمد ان يتحط في الاعتبار ان دخول الجماهير ديت ما يكونش اعتباطا كده خلاص احنا حضرنا الجماهير وخرجنا مع الوضع في الاعتبار برضو ان احنا بنشجع فريق واحد كلنا ملتفين حول منتخب مصر لكن لما يتلعب دوري ويجي فرقتين متنافسين باتنين جمهور مختلفين زي ما كان بيحصل في الدوري الفتره الاخرانيه كنت حصلت مشاكل وظهرت شويه حاجات كده مناوشات ما لهاش لازمه ارجو ان احنا خلاص بقى احنا دلوقتي محطوطين على 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 لاين او على طريق المفروض بيه ان احنا نكمل ما نقفش. لما حبينا نعمل استادات عملنا استادات الحمد لله لما حبينا نحط كاميرات ونحط ناس تدخل وناس تخرج ونحط تامين ونحط عملنا كل حاجه بشكل رائع لنقل المباريات ومستوى رائع لما بنقدر بنعمل بس احنا الجمهور هو الرئه اللي بتنفذ بيها اللعيبه والانديه بتتمنى ان الناس تشارك وتقبل على المباريات اللي جايه حتى مباراه بيتكلم افريقيا طبعا انا أفريقيا. اتمنى لان انا اعتقد نسبه كبيره جدا يعني كان بيتقال في الميديا ان التذاكر اتباعت لغايه دور الثمانيه على اعتقد دور الاربعه ودي حاجه بقت يعني حاجه محترمه جدا لما تتكلم على منتخب مصر تقول مصر فيها تذاكر بتتباع لغايه دور الثمانيه سي لغايه يوم مثلا 16 14 15 التذاكر بتتباع دي حاجه حديثه حاجه محترمه جدا ارجو ان احنا كجمهور مصري نكمل ويتقال ان مصر خرجت بس البطوله نجحت يعني ان شاء الله ان شاء الله ده يبقى الكل يبقى عنده درجه من الوعي والادراك لانه يسهم في نجاح ويكون له دور في نجاح البطوله واكتمال نجاحها ان شاء الله حتى حفل الختام بعد المباراه النهائيه. هننتقل لحاجه تانية بس هنربط الامرين ببعض اتحاد الكوره والدوري المصري وقبل حديثنا عن النادي الاهلي واستعداده لاستئناف الدوري او لانطلاقه الموسم الجديد. كنا بنتكلم عن انه لن ينصلح حال المسابقه المحليه وحضرتك شفت كم التخبط كمدير فني حتى النادي الداخليه بتعاني نفس المعاناه شان انديه كثيره في مصر كان في مقدمتها النادي الاهلي اللي كان حزين وغاضب جدا من حاله التخبط اللي موجوده في جدول الدوري وان الامور متلخبطه مش عارفين نحدد مباريات امتى بنأجل امتى بنراعي الارتباطات الافريقيه للانديه المصريه امتى الامور اللي شفناها في الدوري هذا الموسم. هل ممكن الوقفه الحاليه مع الكوره لتطويرها ومع اتحاد الكوره تبقى ممكن يحصل فيها تعديل تشريعي في قانون الرياضه المصري عشان نبدا نطبق دوري المحترفين ورابطه انديه المحترفين نبدا نعمل النقله اللي بنتكلم عنها بقالنا سنين؟ الموضوع في الاول محمد زي ما بقول لك يعني ما بني على باطل فهو باطل. انا شايف ان بطوله الدوري السنه دي باطله. ليه؟ اولا ما ينفعش نادي يشتري لعيبه على حساب نادي تاني يعني لصالح نادي. نمرة واحد نمرة اثنين مباريات رسمية بتدار بثلاث حكام ومباريات بتدار بخمس حكام نمرة ثلاثة الأندية هم الأعضاء اللي بيوافقوا على تغيير أي
حاجه تحصل في بنود الدوري. الكلام ده ما حصلش. اتحاد الكوره خد القرارات وقال لك التغيير مفتوح. تغيير مفتوح، قال لك انك هنعمل استبدال، قال لك عايز تشتري وتعمل تحط اللي عايز تحطه انت براحتك، ما فيش مشكله، كان عامل لك خمسه فتحها ل 30 40 انت حر. نمره ثلاثه ما بقتش في حياديه. انت بتلعب دلوقتي ممكن يبقى في تلاعب في النتائج، بقت واضحه جدا جدا حتى في النزول والهبوط الفتره الاخرانيه. ممكن في يعني فرقتين من مكان واحد او من بلد واحده ممكن تعاطف يحصل، وده شيء وارد. حته المساواه ومبدا التكافؤ مش موجود، مطلقا مش موجود. انت كنت بتبتع على خمسه، قال لك لا انت عايز تجيبه تجيبه، عايز تغير عايز تعمل استبدال. قوائم الانتظار في الاهلي وفي الزمالك كتيره، قوائم الانتظار في 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 النادي المصري كتيره، بقت في لعيبه تتحط 30 و40 واحد في قائمه انتظار. طب انت فين مبدا التكافؤ هنا؟ نعالج ده ازاي؟ ازاي نصحح اوضاع بتقول انها خاطئه ومؤثره على البطوله وعلى عداله الفرص او تكافؤ الفرص؟ في يا محمد في دلوقتي في قضيه مرفوعه من قبل النادي الداخليه ونادي بتروجيت ونادي نجوم المستقبل في لجنه فض المنازعات في مركز التحكيم الرياضي للجنه الاولمبيه. الكلام دوت، القضيه دي قائمه بعدم الهبوط، يعني الغرض الاساسي في رفع القضيه عدم الهبوط السنه دي واستكمال الدوري، ما فيش مشكله بالنسبه لنا. 14 نادي، 14 نادي محمد موقعين على الغاء الهبوط السنه دي لعدم مبدا التكافؤ في الدوري المصري. 14 نادي. طبعا انت بتتكلم في ايه؟ كل الايام يعني تكاد تكون كل الانديه. النادي الاهلي كان متضرر من الموضوع دوت. انا اجيب لعيب اتعاقد معاه لغايه 29 او 30/6 والبطوله هتستمر في افقد لاعبين. انا كنت متصور ان عقدي معاهم ده هينتهي مع نهايه البطوله، مع نهايه البطوله ده طبيعي. ما تجيش تقول لي يا محمد معلش اصل احنا عندنا التزامات افريقيه وبطولات افريقيه. طب ما كل افريقيا خلصت الدوريات بتاعتها، اشمعنى مصر وعندها التزامات وعندها ارتباطات دوليه وافريقيه ومحليه، اشمعنى احنا بس البلد الوحيده اللي تاجل لك فرقه تقعد شهر ما تلعبش ماتش؟ ده مش قانوني. ازاي فرقه تقعد شهر ما تلعبش مباراه؟ طيب. ده مش قانوني يا محمد. هل تتوقع ان الدوري هيستكمل ولا لا؟ ما بقولش تتمنى، انا بقول في دعوه للناس لعدم استكمال الدوري او لوقف الدوري او يعني عدم احتساب نتائج الهبوط هذا الموسم زي ما حضرتك قلت، موقع عليها 14 نادي او 14 فريق، يعني عشان ما يتاثروش او ما ينزلوش لدوري القسم الثاني او الدرجه الثانيه. لكن انا بتكلم في السيناريوهات اللي شايفها الاقرب الى الحدوث. ايه اللي هيحصل؟ الدوري ده سيستكمل، هيستأنف بعد نهايه كاس الامم ولا؟ من وجهه نظري صعب يستكمل، لان عندك كاس كمان. انت هتجيب منين الكاس كمان؟ ويعني الظروف غير مواتيه تماما. الظروف انت دلوقتي حاسس قيد، انت عشان تكاد افريقيه تعمل قوائم افريقيه دلوقتي وقوائم الفرق الاساسيه، القائمه الاولى والقائمه الثانيه هتبقى تعلنها امتى وتحطها ايه اللي ممكن نعمله بشكل مختلف او نحضر له بشكل افضل واكثر احترافيه في الموسم الجديد؟ لازم تبقى في لجنه سريعه، لجنه موجوده اللي بيها زي ما بقول لك ما تبصش غير لمصلحه الفريق المصري ومصلحه الكره المصريه. احنا دلوقتي متخبطين. انا اتحداك ان في فرقه في العالم زينا كده بالظبط او في بلد في العالم زينا. احنا بنتكلم هنا عن لجنه تخطيط للمسابقات المحليه. تخطيط للمسابقات المحليه طبعا ده اساسي. طب ما الناس هتقول لنا اللي بيسمعوك دلوقتي يا كابتن ضياء هيقولوا ايه الفرق بينها وبين لجنه المسابقات الموجوده في اتحاد الكوره؟ لا ما هو لجنه المسابقات الموجوده في اتحاد الكوره مع احترامي الكبير ليهم يعني ما حققتش المرجو منها. هو انا دلوقتي يا محمد بقول لك انا جايبك علشان تصلح لي حاجه ما صلحتها ليش؟ ما حققتش المطلوب، يبقى ما حققتش المطلوب مني. انا بتكلم مع احترامي الكام. يمكن في ضغوطات عليها وانا بقولها لك، انا متاكد في ضغوط عليها. هل يعقل ان انا وانا بلعب دوري المصري وعارف انه هيبتدي يوم كذا المفروض ينتهي يوم كذا، خلال الفتره دي مش يتخللها مباريات لمنتخب مصر، مباريات افريقيه لفرق معينه موجوده المفروض الجدول يتحط ان شاء الله كل 3 ايام يا محمد، ايه المشكله؟ بلعب كل اسبوع ليه؟ بلعب كل 3 ايام. طب ما ليه كل بلاد العالم، هات لي بلد في العالم بتعمل احنا بنعمله، تعمل لك يقول لك الاستبدال 3 لا خليه 5 لا خليه 10. اتحاد الكوره خد راي الانديه ديت في تغيير القرارات المصيريه للانديه؟ ما اعتقدش ان هو عمل الكلام دوت، خدها لوحده، ودي سلطه تعتبر يعني تنفيذيه وليست سلطه اتخاذ قرار. انا باخد قرار يا محمد من الجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه هي الانديه، الانديه صوتت على ان انا اغير من 5 اخليهم 10 اخليهم 500. ما حصلش ان انا اقول ان النهارده فرقه تقعد شهر ما تلعبش مباراه في دوري
بيتلعب فيه مسابقات وكل فرقه ممكن تلعب اربع خمس ماتشات في 10 12 يوم. طيب هل هنقدر ننجح ان شاء الله يعني بمسابقه الدوري العام ونطورها؟ الناس بتتمنى انها تسوق وتباع بمبالغ ضخمه جدا، ان عوائد البث لهذه البطوله تزيد، ان احنا نصل او ندخل في منظومه الدوريات الرابحه عالميا، والارباح دي ايضا توزع على الانديه اللي هي ليها الحق الاصيل في ان تفوز بارصده او اكثر من تقسيم هذه الانصبه من الارباح الماليه، انها توزع على هذه الانديه حسب طبعا مركزها وترتيبها وتاثيرها وجماهيريتها الى اخر هذه العوامل. في ناس بتقول ان احنا مش هنقدر نحقق ده ابدا طول ما احنا عندنا اتحاد هواه، طول ما احنا مش مطبقين دوري المحترفين ومش ماشيين بالنظام الاحترافي اللي الاهلي بيطالب بتنفيذه بقاله اكتر من 11 او 12 سنه بيقود الانديه المصريه للتطبيق ده، دوري المحترفين ومنظومه احترافيه ولجنه لانديه المحترفين في الدوري المصري. انا مع الراي ده طبعا، عمرنا ما هنوصل للحاله دي اطلاقا. اقول لك ليه يا محمد؟ احنا حتى كقسم تاني في الممتاز بيه عندك 36 فرقه عشان تطلع دوري قوي ودوري محترم وتطلع لعيبه تخدم منتخب مصر، تلعب انت ثلاث مجاميع ب 11 مباراه في دور ب 22 مباراه في الموسم، ده ايه النتاج بتاعه؟ ده يفرز لك ايه يا محمد؟ ده فشل. انا بقولها ده فشل. هل يعقل خمس اشهر طب ولا ست شهور وتقعد بقى تقعد تمد وتمط وتقعد وتدي وتقول طب بقيه الفتره دي الناس تعمل ايه؟ بقيه الفتره دي شركات كره القدم وانها يبقى في مراجعه لحساباتها وانها تبقى بتحقق ربح ما بتخسرش زي ما هو معمول بيه في الدوريات المحترفه في العالم، وفكره عوده الجماهير ان يبقى في تذاكر وارباح وحضور جماهيري وامتلاء الاستادات المصريه زي ما شفنا في كاس الامم الافريقيه كده، تواجد الجمهور وانه زي ما حضرتك قلت بيدي روح للملعب وللمباراه وبيخلي اللاعبين يأدوا كره قدم بيلعبوا بافضل شكل ممكن حتى لو لاعبينا في البطوله دي ما كانوش موفقين يعني، لكن ده اللي بيدي طعم لمباريات الكوره بشكل عام. هنعمل ده ازاي؟ وهل هنقدر ننجح او نطور منظومه الرياضه وكره القدم المصريه من غير ما نحقق الاشتراطات دي ولا لا؟ انت عايز حد قوي يا محمد، حد بيعرف ياخد قرار من غير ما يكون حاسب له لو خدت القرار دوت وهو صح انا هقدر ولا لا. احنا بنعمل اعتبارات والاعتبارات دي وراها مصالح، والمصالح دي هي اللي مبوظه الكوره في مصر، والمصالح اللي مبوظه الكوره في مصر مش هترجع بالخير على مصر، ومش هنرجع بالخير على مصر طول ما احنا ما بنفكرش في مصلحه مصر. هات لجنه قويه، هات افراد عندك في مصر، عندك في مصر ناس اقوياء جدا، ناس محترمه وناس صالحه وناس سيرتها الذاتيه وسمعتها زي الفل. انا ليه مقتصر وليه قافل الدايره على مجموعه معينه؟ في مجموعه معينه بتدير الكره في مصر واضحه جدا للناس كلها. محمد انا مش بتكلم كلام الناس ما تعرفوش، لا انا بتكلم كلام منطقي جدا. في مجموعه معينه بتدير الكره في مصر، حتى الوكلاء بقوا حتى دلوقتي شغالين مع المدربين وشغالين مع رؤساء الانديه في حتى في المنتخبات. هات لي منتخب دلوقتي في مصر حقق نتيجه طوال الفتره اللي فاتت، كله بيطلع. ده من امتى الكلام ده بيحصل يا محمد؟ يبقى لازم يبقى في حاجه غلط. انا مش بتكلم بخصوص حاجه، انا بتكلم في امر واقع. انا جبتك يا محمد عشان تدير لي منظومه، عندي اهداف محدده لازم احققها او لا. حققت لي حاجه يا محمد او اترك مكاني؟ انت حققت لي حاجه السنه دي؟ ولا حاجه. ايه اللي حققته لي؟ مفيش حاجه. وبعدين انت جيت على جرح دلوقتي ان كل مصر بقول لك يعني في ميت في كل بيت. انا بقول لك انا حاسس، انا بمشي بعد المباراه وبعد الهزيمه حاسس مصدق. ليه حد يعقل ان احنا الدور الثاني يعني تطلع على طول في 16؟ تطلع حتى لو كان ادائك كويس كان يبقى نقول ماشي، ما حظنا، ده في واحده، ده في اثنين، ده في خمسه، احنا عملنا حاجه بس لينا شكل في الملعب بس يعني ما فيش حاجه. انا يمكن منفعل او يمكن بتكلم برضو بحراره شويه، لكن انا بتكلم بكلام واقعي. احنا ما فيش مصداقيه في ادارتنا لكره القدم، ما فيش مصداقيه. انا بقول لك المصلحه بتتدخل بصوره وصلتنا للمرحله دي. طيب خلينا ناخد بعض الجوانب الايجابيه بعيدا عن اتحاد الكره. ايجابيه لا، ما هو دلوقتي منتخبنا خرج خلاص واحنا قلنا كل الامور السلبيه، بس عندنا الايجابي طبعا ان احنا بنتمنى استمرار نجاح البطوله وان الكل يشتغل بنفس الروح والعزيمه اللي بدات بيها البطوله دي. جوانب ايجابيه، لكن في جوانب ايجابيه اخرى كمان مرتبطه بالنادي الاهلي ومعسكره الاوروبي بدانا بيها في بدايه اللقاء معاك يا كابتن ضياء. قلنا خبر ان الاهلي فاز 9-0 في مباراته الاولى امام سوكر سمارت من انديه القسم الثالث في الدوري الاسباني. يا ريت تشرح للناس
ايه الهدف فنيا احيانا من مواجهه فريق اقل مني بفارق كبير عشان ادي ثقه للاعبين او اوضح بعض الامور الفنيه اللي بتحتاج ان المباراه تبقى ما فيهاش منافس على نفس درجه الايجاد. انا في البدايه محمد لما باجي اعمل فتره اعداد لازم فتره الاعداد دي يبقى ليها اهداف عندي. يعني نمره واحد في الاول انا بحط طريقه لعب، طريقه اللعب دي عايز انجحها، وعشان انجح طريقه اللعب دي لازم اجيب فرقه ما تقدرش تعطل لي الامكانيات والقدرات والطريقه اللي انا هلعب بيها. لازم اجيب اقل مني ولازم اتدرج في المستوى لغايه قبل المنافسات او الماتش الرسمي العب اصعب ماتش بالظبط. وممكن بعدها دي بتبقى استراتيجيات بحسب مخطط الاحمال والمدير الفني مع الجهاز. انا ممكن واحد من الناس اللي بشوف قبل ما ابدا المنافسه مثلا بحط اسبوع او 10 ايام اخر مباراه ليا 10 ايام سي اجيب فرقه برده متوسطه مش فرقه قويه، اللي قبل المباراه ديت اللي قبل المباراه دي بوصل للطب عندي مع اقوى، يمكن لو فرقه اقوى مني بلعبها. البدايه دي مهمه جدا، بدات اخد الثقه، لان اللعيب لما بياخد ثقه في طريقه لعب بيأديها على ما اعتقد بيبدا يبدع، وفي نفس الوقت بيبقى عنده ثقافه المكسب وعنده ثقافه التسجيل وعنده ثقافه بناء هجمه وعنده ثقافه افساد هجمه. كل اللي باخده في التمرين بقدر احققه من خلال فرقه متوسطه او ضعيفه اللي بيها اقدر اقول الطريقه دي تنفع معايا ولا لا. ابدا في التدرج لغايه ما اوصل للي انا عايز اوصل له قبل المنافسات الاساسيه بالنسبه لي، لكن ابدا واقول انا لعبت فرقه تقيله وانا لسه بعمل خطه جديده او بعمل هجمه جديده او بتعلم مجرد جمله انا بحاول احققها، ده بياخد وقت كتير جدا يا محمد على فكره. فالجهاز في الحاله دي مش هيبقى عايز ان المنافس يبقى عبء على الفريق في الملعب اطلاقا. لا مجهود، اقول لك حاجه، هو مش بياخد الماتش دوت كمان، انا متاكد ان المباراه هو يعني لو الاهلي اوكي النهارده لعب ممكن يكون يتمرن فترتين الصبح، ممكن يتمرن مثلا الساعه 7 الصبح مثلا والساعه 12 وبيدي حمل عالي مع فرقه ما تديش مجهود جامد على الفرقه عشان ما تسيبليش اي اصابات. فدي برضو تبقى حسب خطه الاحمال او حسب مخطط الاحمال اللي موجود معانا في النادي الاهلي، لكن انا ما اديش حمل عالي قوي وشغال الصبح وفي نفس الوقت تحصل لي مشكله، فبقى محتاج فرقه يعني اقدر اتعامل معاها واوصل للي انا عايز اوصل له من خلال، مش انا ما يهمنيش نتيجه مكسب او لا اطلاقا، انا يهمني ان انا خدت جمله اطبقها اشتغل عليها. حتى كان فتره من فترات النادي الاهلي لما كان موجود كابتن جوهري رحمه الله عليه كان بيحب يشد الفرقه يا محمد في الدرجه الاولى، كان بيلعب مين؟ كان بيكلم كابتن جوهري كابتن عادل طعيمه ربنا يديله الصحه وطول عمره كابتن عادل، ويقول له انا عايز اعمل معاك ماتش الاسبوع الجاي. كانت فرقتنا موجوده مين يا محمد؟ فرقه تقيله جدا. كان لما فرقه الدرجه الاولى بتعرف انها تلعب 19 سنه او 21 سنه كان بيبقى يوم ما يعلم بيه لربنا. ليه؟ عايز يشد الفرقه. انت واخد بالك من يعني واحنا صغيرين اللاعبين الاصغر سنا عايزين يظهروا قدام الدرجه الاولى، واحنا كنا لعيبه يعني كنا لعيبه كويسه وكنا جيل محترم جدا، يعني جيلنا كان جيل محترم جدا. فلما كان كابتن جوهري بيحب يشد الفرقه كان بيلعب مع فرقه كابتن عادل طعيمه على النقيض تماما في بدايه الاعداد، لما كان بيحب يعمل فرقه بيجي فرقه قسم ثالث او قسم رابع علشان يبدا يشتغل يطبق الفكر اللي هو عايزه فنيا. ده طيب الغرض من المعسكر الاوروبي بشكل عام ازاي نستفيد بيه بافضل شكل ممكن؟ الاشادات اللي جايه من المعسكر في اسبانيا الكل راضي عن المعسكر وان كل الظروف المحيطه بالفريق بتهيئه لانه يوصل لاعلى درجات التركيز واعلى معدلات الاداء الفني والبدني، شايف ازاي فكره المعسكرات الاوروبيه؟ المعسكرات الاوروبيه بتديك حاجات كويسه جدا 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 على المدى الطويل شويه، يعني انت بتحط مخزون خلال فتره المعسكر ديت، مثلا كان معسكر 12 يوم 13 يوم حسب الايام الموجوده فيه. اولا يبقى عندك اكل صحي كويس قوي، بتنام كويس قوي، انت تحت عين الجهاز الفني باكمله. يعني صاحي نايم رايح جاي طول الوقت، نازل الحياه طول كامله الوقت فيها معايشه، فبقدر ادي لك مخزون كويس جدا خلال الفتره دي. انا ببني الفتره دي فتره بناء، فانا طالما بنيت كويس جدا خلال الفتره دي اديت احمالي كويس قوي، اديت سرعاتي كويس قوي، اديت البدن بتاعي كويس قوي، اديت الفنيات بتاعتي كويسه قوي، اشتغلت تماما على كل الخطوط عندي، انا على ما اعتقد قربت وجهات نظر اللعيبه اللي لسه داخله منضمه جديد على 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 الفرقه، الانصهار بقى وحته الخوف او الرهبه وان انا في نادي اهلي او ان انا في نادي كبير ومعايا اسماء كبيره، الرهبه دي بتزول من خلال المعسكرات. المعسكرات دي بيتخللها حته الانصهار، واخد بالك؟ كله بيبقى يعني منصهر في وسط بعضه، عايش معاك اكتر ما بعيش مع اولادي ومع اخواتي ومع اهل بيتي 12 يوم او 13 يوم 14 يوم حسب مده المعسكر.
فدي مهمة جدا، لأن دي الفترة تعتبر الأساسية اللي بيبني فيها أي مدير فني الحالة البدنية، وبتك على الحالة البدنية أكثر منها فنيا. يعني أنا بقول لحضرتك ممكن أتمرن 7 الصبح، يعني بتشوف أكتر إن المعسكرات اللي تسبق أي موسم دي فرصة للشغل البدني أكتر، ده أساسي، تجهيز الفريق بدنيا للموسم كله ده أساسي أكتر من الجوانب الفنية، سواء بره مصر أو جوه مصر. أنا يهمني مكان مغلق، الولد يتمرن كويس أو اللاعب يتمرن كويس، ياكل كويس، يتمرن كويس، ينام كويس، ياخد راحته كويس قوي. لان انت بقولك انت بتاخد مخزون، المخزون ده صدقني بيقعد معاك لغايه نهايه السيزون، الا لو حصلت مشكله وطالت الفتره ممكن تعمل معسكر خفيف. ودي طبعا بترجع للمخطط الاحمال اللي موجود في الفرقه، وبترجع للمدير الفني، لانه الطبيعي انت بتعمل معسكر طويل شويه في بدايه الاعداد، وبعدها المفروض بشهر مثلا بتعمل معسكر قصير 10 ايام 9 ايام 7 ايام حسب الحاله او حسب المده المقرره في البرنامج المحطوط للفرق قبل المنافسات، وبتشتغل عليه. لكن الطبيعي انا شايف ان المعسكرات دي مش الطويله قوي، مش شهر، انا بقول ماكسيمم اسبوعين في الاول، 10 ايام الثاني، لو انت احتجت وشايف وترجع للمدير الفني برضه وللجهاز ان قبل المباراه الاولى لو محتاج تربط قوي المجموعه ممكن يوم او يومين على الاكثر. الطبيعي بياخد يوم واحد ليله المباراه، لكن ممكن تاخد يومين لو احتجت قوي حاجه معينه تحفظها او تديها للفرقه، مش مشكله. ايه اللي ممكن تقوله دلوقتي او رساله بتوجهها لرباعي النادي الاهلي الدولي اللي كان موجود مع منتخبنا الوطني عشان يقدروا يخرجوا من حاله التاثر بالخروج المبكر، او انهم ودعوا البطوله في دور ال 16، وانهم يدخلوا بسرعه في اجواء الاستعداد مره تانية مع النادي الاهلي ويوصلوا لمعدلات ادائهم ان شاء الله نتمنى انها تكون جيده جدا في البطولات المحليه والافريقيه. انا شايف ان الاربعه الموجودين في النادي الاهلي كل واحد ادى دوره على اكمل وجه. يمكن الشناوي كان واحد من نجوم الفرقه لحد ما خرجت. شايف ان وليد الوقت اللي كان بينزل فيه كان بيأدي فيه كويس جدا، او على الاقل كنت بتحس ان بيبقى فيه ممكن تبقى فيه خطوره من خلال وليد، مساحات قليله جدا قليله، انا بقول حتى الوقت اللي بتحس فيه قليل. مروان محسن عمل اللي عليه كفيرود، يمكن المشكله في الامداد. يعني انا كراجل فيرود المفروض انا وصلت لي كام كوره، انا بحاول انا بس مش المباريات دي اللي اقول لك اخلق لنفسي فرص فيها او انزل تحت قوي علشان اضيع مجهودي واعمل لنفسي فرصه او اعمل لنفسي خطوره او اعمل لنفسي هجوم او اعمل حاجه كويسه ليا وافقد ميزتي في ال 18 فوق. ما اعتقدش ان في حد يعني شايف ان هو يعني اثر اشرف يعني ادى اللي عليه. كباك ليفت برضو كان يعني هنقول بنسبه كبيره يعني ماشي كويس. يمكن الفتره اللي فاتت كان بيلعب سيرد باك كتير مع النادي الاهلي، فتره طويله جدا كمان مش في المركز ده مع النادي الاهلي، بيلعب مساك كسيرد باك مع النادي الاهلي، ادى يعني انا هقول المطلوب منه بالظبط، ما كناش محتاجين زياده لكن ادى المطلوب منه بالظبط. صفحه واتقفلت. نفكر الفترة اللي جاية احنا عايزين ايه، احنا محتاجين ايه، احنا عايزين نعمل ايه، وما نتأثرش كتير. لان معلش يا محمد احنا ما عملناش اللي زعلنا من الخروج، زي ما بقول لك يعني مع احترامي الجزائر لو خرجت في دور الثمانية كل الناس هتزعل، يعني انها شفت منها الناس بتقول لا يعني دلوقتي ان ده افضل فريق في البطولة بأمانة. لا انا شفت ناس كتير قالت كده، الرأي ده من الاراء الغالبة جدا على الناس. الروح اللي احنا كنا مفتقدينها يا محمد موجودة عندهم، روح الجماعه وروح الفرقه موجوده عندهم. فبتقول دلوقتي بتقول يا كابتن ضياء ان لما الفريق يعمل اللي عليه ويبقى جاهز فنيا وبدنيا ويؤدي بروح قتاليه حقيقيه ويقدم عروض فنيا مميزه يوم ما يخرج من البطوله او ما يبقاش موفق الناس بتزعل، بتقول انت فعلا كنت تستحق الاستمرار في البطوله او كان عندك باد لك في ماتش من الماتشات ما كنتش موفق، لكن بتقول ان احنا ما استعدناش كويس، منتخبنا ما استعدش كويس. انا شايف كده طبعا. حتى الماتشين اللي اتعملوا قبل انطلاق البطوله انا مش عارف ليه دي نمره واحد، قيمتهم الفنيه كانت ضعيفه جدا، ما لهمش ايه لازمتها نمره اتنين انت استقريت على مجموعه، نمره ثلاثة انت ليه ما تطولش الفتره شويه علشان انت شايف انت انا واحد من الناس كمدير فني زي ما بقول لك يا محمد لما بختار فرقه مش بختار من 15 20 واقول لك انا هاجي اختار في يناير، انت مفتوح انت عندك اضرب بقى 18 نادي في 25 لعيب عندك 300 لعيب مش هقدر اختار منهم 25 او 20 لعيب مع المحترفين اللي بره اعمل بيهم حاجه كويسه.
يا محمد انا ممكن احفظ جمله في اسبوع او 10 ايام، بس يبان ان انا كنت عايز اعمل حاجه، ودي سهله مش صعبه والله. عموما الكلام يعني الوقت بينتهي، وقتنا بينتهي، ولسه فقراتنا مستمره، وعندنا بعد قليل فقره زميلي العزيز الكابتن خالد العوضي ومتابعه خالد العوضي المتميزه لكل ما يحدث على مستوى الرياضات الاخرى او كل الرياضات باستثناء كره القدم داخل النادي الاهلي وعلى مستوى المنافسات في مصر في هذه الرياضه او تلك بشكل عام. هيكلمنا النهارده عن التطور في قطاع كره اليد في النادي الاهلي والتطوير الجديد والمصحوب ايضا بكوادر جديده وبعض الخبرات القادمه لإضافة المزيد من التألق لكرة اليد في النادي الأهلي أو تطوير منظومة كرة اليد في النادي الأهلي وانعكاسها على النتائج في الفترة الجاية إن شاء الله. بعد قليل زميلي العزيز خالد العوضي، ابقوا معنا في نهاية هذا الحوار. بشكر ضيفنا المدير الفني للفريق الداخلية ولاعب النادي الأهلي سابقا الكابتن ضياء عبد الصمد، شكرا جزيلا لك. شكرا يا محمد، ربنا يخليك. يا محمد،